مساء الفل والخير والورد والياسمين وكل حاجة حلوة عليكم جميعا مشاهدينا الأعزاء. رجعت لكم تاني، وحشتوني، بقالي ساعة سايباكم. النهاردة عندنا حلقة مميزة جدا، حلقة استثنائية. الحلقة دي عشان احتفالية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفالية خاصة بعيد ميلاده. طبعا مصر كلها بتحتفل بيه، كل الشعب بيحب سيادة الرئيس، كل الشعب من قلبه بيقول بحبك يا سيادة الرئيس. في الحقيقة احنا مصر كلها احتفلت بيه، ولكن هناك احتفالية كانت مميزة جدا جدا جدا، وهي احتفالية الشعب المصري والوطن العربي بعيد ميلاد الرئيس السيسي تحت رعاية المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار التابع للمصرية الوطنية. الحقيقة هذا المجلس فعلا دايما سيادة الرئيس كان بيتكلم عن العمل وعن مبدأ العمل، واتكلم في حملته الانتخابية منذ 2014 عن العمل. الناس دي فهمت مبدأ الرئيس وعرفت القائد عايز يقول ايه، القائد عايز ايه من المصريين. دول مصريين شرفاء قرروا ان هم يخطوا على خطى سيادة الرئيس السيسي، اشتغلوا بجد وتعبوا وعملوا المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار التابع للمصرية الوطنية. الحقيقة ليهم كلمة عايزين يوجهوها سيادة الرئيس في الاحتفال بعيد ميلاده. الدكتور المستشار إبراهيم علي محمد علي، مستشار المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار وعضو الهيئة العليا للمجلس بالسعودية، يرعى بكل ما أوتي من قوة ووطنية وحب لمصر وقيادتها احتفالية عيد ميلاد الرئيس السيسي تحت شعار شكرا لك يا رئيس. بإشراف الدكتور عماد الدين محمود رئيس الهيئة الإدارية العليا للمجلس، وبمتابعة الوزير لواء أركان حرب أحمد الهيتمي نائب رئيس المجلس، واللواء أركان حرب الوزير صبري العدوي رئيس المجلس الأعلى، يهنئون الرئيس السيسي ويتقدم كل أعضاء المجلس بجميع فروعه والشركات التابعة بجميع محافظات مصر وجميع دول الخليج الأعضاء بالمجلس بإشراف الدكتور علاء جابر الحوشي مفوض عام الشؤون العربية للمجلس بمنطقة الخليج، في ظاهرة عالمية عربية دولية محلية للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس تحت شعار شكرا يا رئيس. وعقبال مليون سنة وإحنا ومصر والعرب معاك، ويجول بالمملكة العربية السعودية جولات متعددة بين مواقع الأعمال مع الجاليات المصرية والعاملين المصريين بالسعودية. ينطلق الدكتور إبراهيم علي محمد علي مستشار الدولة المجلس الدولي مع عماله وموظفينه ومهندسينه وشركاته بكل فروعها للاحتفال بعيد الرئيس السيسي الذي أبهر العالم بإنجازاته. ومن هنا ومن هذا المنطلق يتقدم بخالص التهاني للشعب المصري والعربي. بعيد ميلاد الرئيس السيسي، ويستكمل الدكتور علاء جابر الحوشي بالإمارات العربية مفوض عام الشؤون العربية بالمجلس لعمل احتفاليات متعددة بين جموع الشعب المصري بالإمارات، موجهين الامتنان للرئيس والدعاء بطول العمر تحت شعار حفظت مصر فحفظتك قلوبنا. عيد ميلاد سعيد يا رئيس، وانت دايما معانا، كل سنة وانت طيب يا رئيس، يا أجمل رئيس، بجد كلنا بنحبك، كلنا بقلوبنا بنحبك. والمجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار التابع للمصرية الوطنية، بجد الناس دي بجد بتحب سيادة الرئيس وماشية على خطاه وبتشتغل بجد وبترفع راس مصر، مش بس في مصر، مش بيرفعوا راس الدولة بس في مصر، لا ده في الدول العربية، في السعودية، في الإمارات، في كل مكان المصري بيسيب بصمته. تخيلوا الناس دي عملت ايه؟ عملت تورتة 12 متر واحتفلوا في كل مكان في الدول العربية. هنشوف مع بعض التورتة ال 12 متر، وهنشوف مع بعض
التقرير بتاعنا اللي جاي لنا من دولة الإمارات. الله عليكم، بذمتكم شفتوا تورته في الجمال ده؟ ما شاء الله. ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن حب الناس دي لرئيسهم، بيعبر قد ايه هم بيعشقوا الرئيس وشايفين ان هو رجل العمل، وشايفين ان ده اقل شيء يتقدم لسيادة الرئيس. الرئيس في عيد ميلاده اقل شيء يتقدم لسيادة الرئيس عشان نقول له شكرا يا ريس، ليك مكانة في قلوبنا، بنحبك يا ريس، حاسين باللي بتعمله، حاسين بتعبك، حاسين بشقاك، حاسين قد ايه يا سيادة الرئيس انت بنيت الانسان وبنيت الانجازات وبنيت الطرق وبنيت الاقتصاد المصري وعليته، خدت مصر من ثورة كانت قاضية عليها ومن خونة، اخدتهم لايه؟ اخدتهم للنور، اخدتهم للقوة، اخدتهم وخلتهم احسن دولة، وتحيا مصر. هنشوف مع بعض دلوقتي، هناخد دلوقتي اغنية وهنرجع لحضراتكم تاني. بعد ما كنا خلاص يئسنا وافتكرنا مفيش جديد، كان في لحظة جه رئيسنا جه بإرادة من حديد. بعد ما كنا خلاص يئسنا وافتكرنا مفيش جديد، كان في لحظة جه رئيسنا جه بإرادة من حديد. ابن بلدنا بفرحة وعدنا واقف جنبنا مش هيسيبنا، مش هيسيبنا، ومدعيله كل
ورجعنا لكم بعد الأغنية الجميلة مشاهدينا الأعزاء، وما زلنا في احتفالية عيد ميلاد سيادة الرئيس السيسي. معانا ومعاكم مشرفنا في الاستوديو النهاردة الأستاذة رنا محمود، مستشار فعاليات ومؤتمرات ومسؤول علاقات عامة. بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا دكتوره. والاستاذ اشرف السبع، مستشار سياسي واستشاري وعضو الهيئه الاداريه العليا لمجلس الاقتصاد العالمي للتبادل التجاري والاستثمار. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بستك فندم، منورنا طبعا في مناسبه سعيده وجميله زي المناسبه الجميله دي. في البدايه استاذه رنا، عايزين حضرتك تكلمينا، يا ترى انجازات الرئيس كانت ايه او اللي احنا لامسينها في خلال الست سنين اللي هو حكم مصر فيهم؟ تمام. هو الرئيس طبعا قائد عظيم اولا، وبدايه كده انا يعني بقول له كل سنه وحضرتك طيب وعيد ميلاد سعيد، ويا رب دايما بانجازاته معانا ومكملين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني قام بانجازات عظيمه خلال الست سنوات. هو يعني الرئيس مسك مصر كانت دوله شبه مفككه، اكيد مسكها في ظروف عصيبه جدا، يعني خلانا جيش وشعب ايد واحده، قام بتحديث بنيه تحتيه للجيش المصري لمواجهه الاعداء وتطهير سيناء من الخونه والارهاب، قام بحفر الصحراء لعمل اكبر مشاريع وانجازات عظيمه فيها. طيب زي مشاريع الاسكان الاجتماعي، اسكان الشباب والطرق والكباري. معانا مداخله تليفونيه، معالي الوزير احمد حلمي الهيتمي محافظ السويس سابقا ونائب رئيس المجلس الاقتصادي للتبادل التجاري والاستثمار. اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا. والله ما فيش احلى من المناسبه الجميله دي اللي حضرتك تعمل لنا فيها اجمل مداخله. ده انا اللي بشكرك والله، وبشكر اللي حاطط الضيفه اللي عند حضرتك. انا سامعها يعني وانا داخل فلقيتها بتقول كلام. انا سعداء ان يعتبر المدنيين حاسين بالمواقف، فانا بشكرها يعني، وبشكر الدكتور عماد الدين عشان هو المجهود كبير عمله في جميع الدول، يعني على جميع الدول العربيه، الامارات، السعوديه، بنشكر كل اللي ساهم في انه يرفع الروح المعنويه للشعب المصري اكيد ولرئيسه. فانا بشكر وبشكر طبعا قيادات المجلس الاقتصادي العالمي اللي هو ارقام حرب صبري العدوي. وحقيقه انا طبعا النهارده يعني اقل حاجه بنقولها بنقول كل سنه وسيادتك طيب لسياده الرئيس وحضرتك طيب. والحقيقه الحاجات اللي هي اتعملت انجازات، بيقول انجازات، انا بقول تحديات اكيد، يعني اللي اتعمل ده تحديات اكيد مش انجاز. طبعا مش اي حد يقدر يعمل هذه التحديات او يدخل في هذه التحديات، اذا لازم يكون ده عنده صفات خاصه، صفات قياده خاصه. وطبعا سيادة الرئيس الكلية الحربية ديت شعارها الواجب الشرف الوطن، فدي صفات في جوه دمنا يعني، مش كلام بيتقال. فكلام فالرئيس مؤمن جدا بهذا الشعار، وشعاره ما خدنا فرقة الصاعقة كان تضحية فداء مجد. فالشعارات ديت شعارات حقيقية مش كلام، وديت اللي خلته يدخل في هذه التحديات. يعني التحدي الاول طبعا انقاذ مصر واستقرارها، وانا بقول استقرارها عشان الاستقرار ده هو اهم حاجه فينا، يعني الدوله مستقره يبقى كل حاجه تقدر تتعمل. طبعا فعمل تحديات. التحدي الاول كان قناه السويس الجديده اكيد، وانا كنت في هذا الموضوع، انا كنت مستشار رئيس قناه السويس في الوقت ده، فانا شفت التحديات اللي هي اتعملت للقناه الجديده. موضوع لوحده كده فعلا ملحمه كبيره جدا، وانا بشكر طبعا قناه السويس كلها والست فريق مميش. ليه؟ عشان انا كنت حاضر معاهم التحديات بتوجهات سياده الرئيس، فديت حاجات كلها تعتبر تتحط في التاريخ. التحديات الاخرى
تخيلي بقى منظومه الطرق اللي اتعملت، بالظبط، وانا برضو حظي كنت ماسك مستشار الطرق للقوات المسلحه، ما شاء الله، فبرضو عارف التحديات اللي اتعملت، والرئيس اللي هو المفروض بس بيكون موجود في التخطيط ويصدع على التخطيط، لكن هو كل يوم في طريق، كل يوم على كوبري، كل يوم يعني مش عايز اقول ان هو بيشتغل مثلا شغلة المحافظ والوزير ورأيه هو رئيس الكوبري، فدي تحدي كبير عملنا في ايه، اتعملت انجازات كبيرة جدا في الطرق والكباري، والناس طبعا يعني اللي ما بيشوفش شايف الاوضاع وشايف ايه الحاجات السريعة، اكيد، ويعني انجازات ضخمة يعني ده تحدي اللي هو من التحديات. التحدي اللي بعد كده المدن الجديدة كلها، ده مدن يعني وفي توتات، توتات نبيش يعني، توتات في ناس كتير جدا بتشوف، تلاقي المدينة يعني، ودي طبعا بتحل مشاكل، كل مشاكل مصر عشان احنا كنا في على خط اخضر كده يعني، واخدين نسبة قليلة جدا من مساحة مصر، فاحنا عشان العدد السكاني فبدأنا دلوقتي ندخل في المدن اللي هي تنقذ مصر، والا كنا هنبقى في المراحل الجايه هتبقى عندنا مشاكل كبيره جدا. بالظبط بالظبط. عشان كده نقول تحديات. اكيد. يعني تخيلوا في كل حته يعني دمياط الموبيليا اللي احنا كنا يعني دلوقتي بتتصدر، وفي مكان يعني وهم طبعا شعب دمياط شعب بطل وراجل طبعا وطول عمره شغال، وحتى يعني في بعض الناس يقول لك ايه ده دمياطي، ليه صفاتهم لهم صفات خاصه يعني، زي عندنا الصعيد لهم صفات خاصه، اللي عندنا وجه كل مدينه عندنا في مصر، مصر بالظبط، فهو استغل هذه الشحنات اللي موجوده والطاقه اللي موجوده وعمل مدن جديد. فالحاجة اللي هي بقى اللي هي غير منظورة اللي هي التنمية المستدامة، كلمة التنمية المستدامة دي احنا ما عرفناش غير في فترة الرئيس السيسي، هي كنا بنعمل تنمية مش يعني، لكن التنمية المستدامة يعني الطرق والكباري دي تنمية مستدامة، أكيد أكيد، يعني إيه؟ الاستثمار واللي عنده مشروعات بيتحرك، ومش كده بس، الحمد لله دي بتعمل برضه مرونه للقوات المسلحه. طبعا. يعني الطرق دي كلها بتخدم الفتح الاستراتيجي فدي حاجات، وبعدين كمان عمل لسه التوجيه السياسي العسكري اللي هو يخلي القوات المسلحه تبقى على استعداد تام وتتدرب على التأمين الدولة من جميع الاتجاهات، ففي يعني تطوير الشرطة، يعني الشرطة ما كانتش أبدا عندها الإمكانيات اللي عندها دلوقتي، ولهم أهدافهم ولها، بدأوا دلوقتي يعني حاجة لدرجة إن هو بيشارك جميع الأنشطة إذا كانت القوات المسلحة أو الشرطة، يعني امبارح لسه كان عند في كشف الهيئه للطلبه، يعني بيبدا من الطلبه اللي بنختارهم، وطبعا دي انا عارفها طبعا عشان كنت مدير كليه ضباط احتياط، ما شاء الله، فكانت اول نجاح ليا ودي توجيهات طبعا من الرئيس ان انا اختار، الاختيار ده هو نجاح النجاح، فهو بقى عايز يطمئن على وزاره الداخليه، فرايح للاختيار اللي هو بدايه ان احنا نختار الطالب، بنختار الطالب مش بنختاره، الحمد لله دلوقتي مفيش حاجه اسمها كوسه وكلام من ده، خلاص اتلغت الكلام ده كله طبعا، الكلام ده طبعا برضه ما كانش موجود، لكن احنا بنأكد ان هي اختيارات طالب له صفات خاصه عشان يقدر يحقق شعار الواجب والشرف والوطن. والله اسماعيل الوزير دي التحديات، فبنقول له كل سنه طيب يا سياده الرئيس وحضرتك طيب، واحنا معاك ووراك واحنا في الصف ومنتظرين الاوامر، حتى ان احنا
الحمد لله وصلنا للسن، لكن لا احنا جاهزين لتنفيذ اي مهمه يطلبها مننا سياده الرئيس. ودي طبعا الروح الجميله. اتفضل يا فندم. الله يسلمك، بشكركم ويعني كل سنه وانتم طيبين، عشان ده احتفال للشعب المصري كله. وحضرتك نقف ونحافظ على رئيسنا، عشان ده فيه هذه التحديات، غير بقى طبعا الحاجات هو ما بيقولهاش يعني في السياسه الخارجيه والقصص اللي بتحصل حوالينا. طبعا طبعا موضوعات كبيره جدا ما بيقدرش يقدر يتكلم، يقدرش يتكلم فيها، لكن هو اللي شايلها، فهو بيتحمل مسؤوليه كبيره جدا وشايل حمل كبير جدا، وبيسيبش يعني اول حاجه عملها العشوائيات. يعني اول حاجه فكر فيها العشوائيات. أكيد والله معالي الوزير بأمانة، إحنا لو قعدنا نتكلم عن إنجازات الرئيس، الرئيس في 6 سنين عمل لنا مشاريع تكفينا يعني تاخد 30 سنة. وبقول كلمة حق، وأنا عمري ما يعني ما فقت حد أبدا، وعمري وهم عارفين رجالتي والظباط الاحتياط والظباط العاملين وكله عارفين اللي هو أحمد القاسمي بيقول كلام ما فيهوش أبدا غير يمكن أنا بقول أقل من الحقيقة. بنشكر حضرتك جدا على المداخله. احنا اللي بنشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله دي. شكرا معالي الوزير، بنشكر حضرتك جدا جدا. في الحقيقه مشاهدينا الاعزاء لو قعدنا نتكلم مش هيكفينا الوقت. سياده الرئيس عمل انجازات في 6 سنين، لو كانت اتعملت ما كانش يكفيها 50 سنه بجد. طبعا سيادة الوزير زي ما سمعناه وزي ما سمعنا المداخلة بتاعته، بنشكر سيادة الوزير لواء أركان حرب أحمد الهيتمي نائب رئيس المجلس واللواء أركان المجلس الاقتصادي للتبادل التجاري العالمي. طبعا كنا بنتكلم في إنجازات سيادة الرئيس، وطبعا سيادة الوزير ما شاء الله لم كل الإنجازات ما شاء الله، اللهم بارك. وطبعا وموسوعة وموسوعة. أنا بس حابة أسأل حضرتك أعمال وإنجازات المجلس في ظل حكم سيادة الرئيس السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكر سيادتك وبشكر القناة على متابعتها للحدث، شكرا يا ريس. وطبعا بشكر معالي اللواء أركان حرب أحمد حلمي الهيتمي، فخر مصر وفخر القوات المسلحة، واللي من خلال خدمته كقائد الفرقة 16 ومديرا لكلية ضباط الاحتياط ومستشارا بالطرق للقوات المسلحة، تاريخ مشرف طبعا يا فندم، ويسعدنا مدخلة سيادتك. طبعا وطبعا هو نائب رئيس المجلس والمجلس الاقتصادي العالمي، حضرتك كان أول تدشين واعتماد وتنفيذ مشروعات تحت شعار مصر قد الدنيا، ده كان في حيز التنفيذ وكان بتكلفة حوالي 50 مليار جنيه، من وده طبعا بيتم من خلال مستثمرين أفارقة وعرب وألمان، وكل ده تحت توجيهات من معالي الوزير اللواء أركان حرب الوزير صبر العدوي رئيس المجلس الأعلى، واللواء طبعا حرب أحمد حلمي الهيتمي نائب رئيس مجلس الاقتصادي العالمي، وطبعا وصقر الاستثمار والرجل الحديدي عماد الدين محمود باعتماد الشركة الألمانية لويس سيستم تكنولوجي. والمشروعات دي يعني اللي هي حضرتك بتكلفة 50 مليار جنيه، دي طبعا هتفتح طاقة خير لمصر في وطبعا تم تأسيس الشركة دي في داخل مصر لبناء أول مصنع في الشرق الأوسط للطاقة الشمسية، وده طبعا في حد ذاته إنجاز كبير جدا بالنسبة للمجلس. والمصنع ده هو الطاقة الشمسية بنظام الألواح النحاسية، وده طبعا من المشروعات التي تساهم بشكل كبير في توفير الكهرباء، وطبعا غير زيادة فرصة الاستفادة من قانون الاستثمار ولاحته التنفيذية زي الحوافز وتيسيرات المستثمرين، والمعروف عن الاقتصاد في أي دولة يقاس بمدى الاستثمار الأجنبي داخل الدول، وده كان هدف المجلس للنهوض بالاستثمار الخارجي وخاصة في الصناعات الثقيلة. الأساس اللي بيكون عليه المجلس هو الثقة والأمانة بين المستثمرين. فن نقطة جميلة جدا، وما شاء الله فعلا المجلس مشرف جدا. مفيش دولة في ظل الظروف اللي احنا بتواجهها مصر، وباء ومحاربة إرهاب والمؤامرات الداخلية اللي داخل مصر، قامت بنجاح وبزيادة معدل النمو الاقتصادي بتاعها.
فزي مصر. اكيد 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 طبعا، وده شيء مشرف جدا بتواجد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي انا بقول له كل سنه وسيادتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب. احنا بس في مداخله معانا، معانا على الهاتف دكتور عماد الدين محمود رئيس المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار ومساعد الوزير صبري العدوي، بنرحب بحضرتك. الو الو، مساء الخير. مساء الورد، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا دكتوره منى، اهلا وسهلا بحضرتك. اللي كانوا طيبين وحضرتك طيب، وحضرتك طيب. بشار اشرف الجامعة هادو الاهل الاداريه والدكتوره رنا، يعني انت جايبه النهارده معاكي قهره المجلس. الله يخليك يا فندم، يسعدنا يا فندم دخلت حضرتك، اهلا وسهلا يا فندم. كل سنة طيبين، وبشكرك جدا وبشكر قناة الصحة والجمال. وعشان برضو ما اطولش عليكم لان الوقت بيمر، والمستشار الدكتور ابراهيم علي محمد علي احد ابطال المجلس في السعودية، يعني منتظر مداخلة مع الدكتور علاء الحوشي ادم في الامارات، لكن انا في كل الحالات بشكركم ما اقدرش اتاخر عنكم. وبنقول جملتين للرئيس، كل سنة وانت طيب، وبنقول له انت يا رئيس جملتين اتنين يتقال فيهم كتب، شكرا يا رئيس، ولكن شكرا من القلب بعمق الشعب المصري، بعمق من الشعب العربي والافريقي باكمله، وليست مزايده. ارض الواقع عند حضرتك في الماتيريال، اكيد جميع دول المنطقه العربيه بتحتفل بعيد ميلاد الرئيس. طبعا دكتور المستشار ابراهيم علي محمد علي في السعوديه بشركاته وفروعه والجاليات المصريه والعربيه والسعوديين، وبعتين فيديوهات لسيادتك وللدنيا، لو قعدنا شهر نعرضها من الوقت مش هيمثلنا. طبعا وفرصه ايضا من باب الولاء والانتماء والامتنان، انا بشكر كل اعضاء المجلس من الوطن العربي، بدءا من اعضاء المجلس في السعوديه اسمه الامير احمد بن فهد الخديري والامير سلمان بن سعود بن عبد العزيز والمستشار ابراهيم علي محمد علي، هذا الرجل الذي اخذ على عاتقه بكل ما اوتي من قوه في دعم هذا الحب وتوسيع انتشاره على مستوى العالم العربي، بالتعاون مع الدكتور علاء جابر الحوشي مفوض عام الشؤون العربيه للمجلس في الامارات فارق الكلمه وفارق الشباب. الدكتور ابراهيم علي محمد علي احد الناس الذي لا يمكن لاي انسان ان يصف مشاعره الداخليه الا في جملتين اقدر اقول انه رجل ذات نقاء شريرة لا توصف. عنده نقاء شريرة لا توصف، ومن المنطلق ده بنقول للرئيس يا رئيس سعادتك علمت المجتمع المصري والعربي بدون ما تتكلم، علمتهم الحب، وعلمت الدنيا كلها العطاء بدون برضه ما تتكلم بالعمل، وعلمت ناس كتير قوي الهدوء والقدرة الفائقة على التحكم في النفس والانضباط بهدوء أعصابك وأخلاقك، والدنيا كانت تقوم وتقعد وتقف وتروح وتيجي، والاستفزازات في المنطقه العربيه والافريقيه والمؤامرات بره وجوه، وكان الرئيس في القاهره لاول مره ما كانش بيرد لا بطلقه ولا بمدفع ولا بقنبله ولا بحرب ولا بمعركه ولا حتى بكلمه، كان بيرد بطريقه استراتيجيه جديده لم نعهدها، كان بيرد بمشاريع عملاقه في وقت زمني غير مخطط وغير معهود، كان بيرد بمشاريع لا تحقق الا في عشرات السنوات كنا بنلاقيها بتخلق في كندا زي مشروع قناه السويس الجديده. طبعا لما النهارده رئيس جمهوريه يتولى حكم البلاد في ست سنوات، وكنت انا فاكر في اول بدايه مؤتمراتنا في 2014 كنت بعد المشاريع على كوابعي 1 2 3 4، النهارده 15,000 مشروع ولو قعدنا نتكلم فيهم هقعد سنه ولسه شغال يا رئيس. فجاي ما بنقول لك شكرا يا ريس، بنقول لك كمان برضو انت عملت ايه في قلوب الناس يا ريس، وبنقول لك حاجه ثالثه، انت بتنام امتى يا ريس؟ بالظبط بالظبط، جاي بالوقت ده بالظبط بالظبط فعلا. يعني كل سنه وانت طيب دي شويه، شكرا لك دي شويه، لكن احنا هنعتمد. والغريبه بقى احنا لاول مره في تاريخ البشريه في تاريخ العالم ان تجد شعب ودول تحتفل بعيد ميلاد رئيس جمهوريه، ما حصلتش في تاريخ العالم فعلا، بيوت لا اراديا في بيوتها
اطفال، السفر الصغير اللي طلع اقل من 3 سنين خلينا كلنا نبكي ونقول هنجيبه دلوقتي هنجيبه الطفل وايضا تاني يوم بعت له كل سنه وانت طيب هو اخوه الصغير. ايوه لما الاطفال والشباب والرجاله والناس ده حب والغريبه كل الناس وكل العالم بيحتفل بعيد ميلاد الرئيس دون علم الرئيس ودون علم الحكومه، هو ده الحب اللا ارادي بالظبط. هو دي التقنيه، مش تقنيه، حب لا يخرج عن التقنيه، هو حب لا ارادي انبعت نتيجه اعمال مطروحه عشان ما تبقاش الشهاده مجروحه وما ضيعش وقت. شكرا ليك يا ريس واللي كانوا انتم طيبين. بشكر المستشار الاخ الفاضل عبيد اشرف كتاب، الدكتوره الفاضله المحتاجه السياسيه العملاقه تاجه رنا، بشكر حضرتك يا دكتوره منى عملاقه الاعلام للمجلس، وكل كانوا طيبين وشكرا ليك يا ريس تاني. وحضرتك طيب يا فندم وحضرتك طيب. بنشكر جدا دكتور عماد الدين محمود رئيس المجلس الاقتصادي للتبادل التجاري والاستثمار ومساعد الوزير صبري العدوي. فعلا احتفالية الرئيس من الأطفال الصغيرين للكبار للأمهات، الوطن العربي ما شفناش رئيس مش دولته بس اللي بتحتفل بيه، ده دولته والدول العربية والأجانب كل الناس بتحبك يا رئيس. طب تعالوا نشوف التقرير. كل سنة وانت طيب يا ريس، انت طيب يا حبيبي. حبيبي يا سيسي كل سنة وانت طيب، عقبال 100 سنة يا رب، وشكرا على كل حاجة حلوة عملتها لنا، ربنا يخليك لينا يا رب ويطول في عمرك ويحفظك ويحرسك من كل وحش. حبيبي يا سيسي، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. Greetings your excellency president Assisi. My name is Tala Francis. I live and work in Dubai. Happy birthday to you. May God continue to guide and protect you as you rule over the people of Egypt. Thank you very much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الخميس الموافق 19/11/2020. ده بيوافق مناسبة سعيدة علينا كلنا، وهي عيد ميلاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كل سنة وانت طيب يا رئيس، وسنة سعيدة عليك، وربنا يحفظك لينا وللأمة العربية والإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 يوافق مناسبة سعيدة علينا كلنا، وهي يوم ميلاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كل سنة وانت طيب يا رئيس، وكل سنة وكلنا بخير، وربنا يحفظك لينا، وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبعا يوم الخميس الموافق 19/11/2020 يوم موافق مناسبة سعيدة جدا علينا، وهي عيد ميلاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كل سنة وأنت طيب يا رئيس، وسنة سعيدة جدا إن شاء الله علينا جميعا، وربنا يحفظكم لنا. التقارير بتاعت المحافظات، تقارير المحافظات، تقارير الإسكندرية الغربية والقاهرة. أوكي تمام. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الأعزاء. شفنا مش بس مصر، ده مصر والدول العربية، حتى الأجانب بيقولوا لسيادة الرئيس هابي بيرث داي، كل سنة وأنت طيب يا رئيس، كل سنة وانت طيب يا حبيب الملايين. طبعا امبارح كان في ملحمة وطنية، ملحمة من الجمهور في كل محافظة، أنا وزمايلي من كل محافظة نزلنا وغطينا الاحتفالية. معانا مداخلة دكتور علاء الحوشي مفوض عام المجلس، معانا مداخلة تليفونية دكتور علاء الحوشي مفوض عام المجلس للشؤون العربية بمنطقة الخليج بالإمارات. يا أهلا وسهلا. مساء الخير على حضرتك. مساء الورد. مشاهدينك ومتابعينك وضيوفك الكرام يا فندم. مساء الورد، ازاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أنا عايز أقول لحضرتك إن امبارح ده كان يوم عالمي، كان يوم استثنائي، كان يوم ما حصلش فعلا في تاريخ العالم. أنا ما شفتش ما اعتقدش هشوف ان في حاجه ممكن تتعمل زي الحاجه اللي شفتها هنا واللي حسيتها واللي عشتها للرئيس، الله يكرمه ويديله الصحه ويطول في عمره يا رب. انا عايز اقول له
كل سنه وانت طيب يا ريس، لان امبارح ده ما كانش عيد لسعادتك بس، ده كان عيد لكل المصريين والعرب في مصر وبره مصر. فانا فعلا مش ببالغ لما بقول ده، لانه فعلا كان يوم عالمي يا فندم. اكيد. لان عشرات الدول وممثلين وممثلين الجاليات من اقصى العالم الى ابناه كلهم شاركوا في الاحتفال معانا هنا في عيد ميلاد الرئيس. واحلى حاجه بقى كانت جميله قوي ان ارتفعت اعلام مصر كانت بتعلن كيف انتصر الرئيس البطل في فتره حالكه ساد فيها الظلام من تاريخ مصر. البطل عبد الفتاح السيسي غامر بحياته وحياه اسرته من اجل مصر ونفذ اراده الشعب في كل وقت. عشان كده يا فندم كل الشعب بيحبه وكل شعوب العالم بتحترمه، لانهم ادركوا تماما اللي حصل في كل السنوات اللي فاتت. فانا بقول له كل سنه وانت طيب يا ريس. وعشان كمان اكون اكثر دقه، الرئيس صنع ثلاث منظومات، منظومه الحضاره ومنظومه الكرامه ومنظومه الامان. عندنا منظومه الحضاره، الرئيس اهتم بالبشر فعنا بالانسان وتعليمه وصحته وثقافته، واهتم بالحجر فبنى مدن جديده وطرق جديده وبتربط اللي بتربط بين كل محافظات مصر وبعضها، وكمان طرق بتربط بين مصر وجيرانها بريه وبحريه وسفن حديديه. دي خطوه يا فندم اللي لم يجرؤ عليها اي احد في كل السنين اللي فاتت. اما عن منظومه الامان اللي شملت حمايه الضعيف ولم شمل المتفرقين وطمانه الخائف وتهدئه المضطرب وترهيب المعتدي ليفر بلا عوده يجر اجيال الهزيمه. اما عندنا بقى منظومه الامان وهي لم تشمل ربوع مصر وحدها، وانما شملت يا فندم اكثر من 22 دوله. الرئيس قالها مسافه السكه، هو فعلا وعد وصدق. أكيد. وده ما كانش كلامنا احنا بس، لا ده كان كلام وشهاده شعوب وحكومات المنطقه كلها، وكمان ده كان بلا مواربه. المنظومه الاهم يا فندم وهي منظومه الكرامه. الرئيس هو اللي بنى لمصر منظومه الكرامه. نعم هي الحقيقه والتي نشعر بها ليل نهار اينما حطت اقدامنا في اي مطار من مطارات العالم. فانا بقول له يا فندم عشت يا ريس دوما لمصر، واحنا بنتشرف ان احنا نكون وراك وبنقول كلمه حق دوما، وبنشهد انك حفظت الامانه التي ضيعها سواك وانقذت مصر وكنت نعم الابن البار، كنت اهلا لحب الناس في كل الدنيا. فاحنا يا فندم في امبارح 19 نوفمبر 2020 وتحت رعايه المجلس الاقتصادي العالمي برئاسه معالي الوزير اللواء اركان حرب صبري العدوي ومعالي الاستاذ الدكتور عماد الدين محمود ومعالي الوزير اللواء اركان حرب احمد حلمي الهيثمي، احتفلت واحتفل كل فروع المجلس ولجانه والجاليات المصريه في كل دول العالم ودول الخليج بعيد ميلاد رئيسنا حبيبنا، ورأينا وشفنا الحب والاحترام أكيد. كل الجاليات. فانا بقول له كل سنه وانت طيب يا حبيبي، وحضرتك كل سنة طيب. طيب يا ريس، ربنا يخليك فينا يا رب. وحضرتك نشكر طيب. الرئيس السيسي وبنقول له وبننقل ليه كل التمنيات السعيده والتهاني الحاره من ملايين الناس في كل بلاد الدنيا داخل وخارج الوطن العربي. بنشكر حضرتك دكتور علاء الحوشي، مفوض عام الشؤون العربية بالمجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار. بنشكر حضرتك على المداخلة الجميلة دي. في الحقيقة مشاهدينا الأعزاء، الناس كلها عايزة تتصل والناس كلها عايزة تهني سيادة الرئيس بعيد ميلاده واحتفالية عيد ميلاده. طبعا دكتور علاء قال لنا قد ايه الامارات كانت مبسوطة والناس قد ايه احتفلوا. معانا تقرير من الامارات ومعانا تقارير تانية من المحافظات هنا في مصر اللي زمايلي عملوها في كل انحاء مصر. تعالوا نشوف التقارير ونرجع لكم تاني. Oh.
فيه اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم علمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط الوناس. تحيا مصر تحلم وعيونها تملي، صحيا وعيونها تكون ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يكره لنهاية الحياة. يفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. ومهما كان إحدى مشروعات تطوير السيد الرئيس تحت إشراف معالي الوزير أشرف صبحي، وكان لنا لقاء مع الدكتور عماد الدين محمود رئيس الهيئة العليا الإدارية للمجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار، الذي هو تولى احتفالية عيد ميلاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهلين دكتور. أهلا بك فتاح الاقتصاد طيبين، وعيد سعيد ولعبان مليون سنة سنة الرئيس، وبخير على الشعب المصري طلع عليكم يا رب. عارف كل والله انا اقول لك رئيس كل سنه وانت طيب، ويا رب تكتب العمر والفضل كل مصر للعرب. وعايز اقول اطار هذه الاحتفالات تنجد برعايتنا من هو برعايه كل شعب مصر واعضاء المجلس على نظام الدكتور المهندس المحترم المستشار علاء جابر العتوشي والدكتور المحترم ابراهيم علي محمد علي. وللعلم والإضافة أن كل ما أوتي من قوة الدكتور إبراهيم علي محمد علي المستشار الدولي للمجلس وعضو الهيئة الإدارية العليا للنادي العربي السعودي وأحد كبار العمال المقيمين في المملكة، وأيضا هو أحد داعمين الاقتصاد المصري، لأنه دائما يبذل كل الجهود في أنه يجذب المستثمرين للاستثمار على أرض مصر دعما للاقتصاد المصري. وهو أحد أهم الأشخاص، وهو من أقام هذا الأمر وتابعه لجميع أعضاء المجلس على مستوى الوطن العربي، هو والدكتور علاء جابر الحوشي. فالإخوة دول الحقيقة كلهم هم الدكتور إبراهيم علي محمد علي هو من أشرف على هذا الأمر مع الدكتور علاء جابر الحوشي في الإمارات، مفوض عام الشؤون العربية للمجلس في الإمارات، دكتور إبراهيم مستشار الدولي للمجلس السعودية، وهم أصحاب الفضل في متابعة هذا الأمر، وبالذات الدكتور إبراهيم علي محمد علي والدكتور علاء جابر الحوشي حاليا في دبي للجاليات المصرية والأغرب والعربية أيضا في دبي تحتفل بعيد ميلاد الرئيس. ففوجئنا إن فخامة الرئيس عيد ميلاده بيحتفل بيه الوطن العربي كله مش مصر، وآخر من يعلم هو الرئيس شخصيا لا يعلم مجاله. المجلس الاتحاد العالمي للتبادل التجاري والاستثمار التابع للمصريه الوطنيه والمعتمد في الهيئه العامه للاستثمار بجميع الشركات وجميع اعضائه وفروعه في جميع محافظات مصر بيحتفلوا لا اراديا وتلقائيا بعيد ميلاد الرئيس، ولاول مره في تاريخ مصر، وانا شخصيا لاول مره
نحتفل تلقائيا بعيد ميلاد الرئيس، مش عارفين نقوله ايه، مش عارفين نوجهه ايه، فلقيناها فرصه ان ابلغ حب نقدر نعيشه احنا في نفسنا حتى دون علم الرئيس، انما نحتفل بعيد ميلاده وندعي له بمزيد من العمر ومزيد من الامل اللي اداه للشعب المصري. مصر اتغيرت ودي حقيقه. ده واضح، ومش عايز اقول شهاده تبقى مجروحه، ده واضح للعالم كله وواضح لكل الدنيا، وده هيبان اعضاء المجلس في جميع الدول بيلفوا وفجوا ان الناس بتحتفل بهذا الرئيس، لانه هو الرئيس تعفف وتنزه عن اي مقابل من اول يوم تولى فيه الحكم، وبالتالي شعر الكل والشعب المصري وكل المتفهمين وكل العاملين والقائمين في الخارج وفي الداخل لهذا الامر، ولذلك كان شعور نبيل من تلقاء نفس الناس ومن تلقاء نفسنا، والغريبه كل الدنيا بتحتفل بعيد ميلاد الرئيس، كل الدنيا عارفه الا الرئيس نفسه. كل شكرا لك يا رئيس. والا الرئيس نفسه ما يعرفش، ما عندوش ولا الحكومه تعرف، شعب من تلقاء نفسه عمري ما شفت هذه الظاهره، ولاول مره في التاريخ. عملت الناس بتجيب تورت في البيوت وتحتفل بعيد ميلاد. بالفعل انا طبعا مشاهدينا الاعزاء حضراتكم بتشوفوا التقارير، ومعانا تقارير كتيره جدا من كل المحافظات، ومعانا كمان حضراتكم شفتوا في اول الحلقه الطفل سليم القمر اللي بيقول بحبك يا ريس، بتطلع ببراءه الاطفال. طبعا وقت الحلقه مش بيكفي كل الكلام ده، فاحنا بنحاول نلم على قد ما نقدر، ومعانا مداخله مهمه جدا من سياده المستشار الدكتور ابراهيم علي محمد علي عضو الهيئه الاداريه العليا للمجلس والمستشار الدولي للمجلس بالسعوديه. بنرحب بحضرتك يا فندم. الو. يعني اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. وانا بشكر حضرتك على الاستضافه وبشكر القناه، وطبعا انا قمت هنا الحمد لله بفضل الله من المملكه العربيه السعوديه بتشرف النهارده برعايه الاحتفاليه الخاصه بعيد ميلاد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والوطن العربي تحت شعار شكرا يا رئيس وعقبال مليون سنه. واحنا في الحقيقه ده اقل شيء نقدر نقدمه لفخامه الرئيس. اكيد. طبعا بذل مجهودات جباره في نهضه البلد، والحمد لله يعني يعني الشعب كله بصراحه والمملكه العربيه السعوديه هنا وجميع الثوار بتاعه الشركات في المملكه كلها بنحتفل، وكل الجاليه المصريه وكل المغتربين في المملكه العربيه السعوديه وفي الجزائر وفي الامارات وفي العالم العربي كله وفي العالم كله. بيحتفل باليوم ده، وطبعا احنا حابين بس نقدم للعالم يعني ايه الشعب بيحب رئيسه بالبلد ديت بامانه يعني، والحمد لله الجاليه المصريه هنا كلها في الدمام وفي المملكه العربيه السعوديه في جده وفي الرياض كل بيحتفل، واحنا شفنا دمتنا ده في المصريين كلهم بيحبوا الرئيس. فده يعني فرصه سعيده جدا لمصر كلها والعالم كله. أكيد طبعا طبعا. احنا طبعا مرة تانية أنا بحب أهني سيادة الرئيس وأدعي ربنا يحفظه لمصر ويحفظ مصر دي اللهم آمين كل سنة وبلدنا طيبة برئيسها وشعبها. وحضرتك طيب سيادة المستشار الدكتور إبراهيم علي محمد علي عضو الهيئة الإدارية العليا للمجلس والمستشار الدولي للمجلس بالسعودية، بنشكر حضرتك جدا. وطبعا قد إيه بنفرح إن رئيسنا بيحتفلوا بيه في كل دولة، كلمونا من الامارات، كلمونا من السعوديه، من مصر، من كل حته، الكل بيحبك يا ريس، الكل بيقول لك كل سنه وحضرتك طيب. طبعا الوقت معاكم بيجروا بسرعه جدا مشاهدينا الاعزاء، فعايزين حضراتكم بقى ضيوفنا الجمال اللي مشرفينا في الاستوديو تقولوا كلمه سريعه، فاضل لنا دقيقتين، يلا اتفضل. هو طبعا انا ما لحقتش ان انا اقول الانجازات والساده الاعضاء اعضاء المجلس في كل مكان وفي انحاء العالم كله طبعا قالوا الانجازات، فمشكوره جدا ان هم ساعدوني وانجزوني في الوقت. قناه السويس طبعا يعني اقول حاجه سريعه، قناه السويس حققت 64 مليار جنيه في 8 ايام، يعني حاجه مهوله ما شاء الله. والمشروعات الصغيره، المشروعات الصغيره حققت 200 مليار جنيه على مدار 4 سنوات. الرئيس بجد انجز شعبه وانجز بلده في مشروعاته، العاصمه الاداريه، المسجد والكنيسه، اكبر مسجد وكنيسه، شبكه الطرق والكباري، مترو الانفاق، تحسين مستوى المعيشه للمواطن المصري، الغاز والبترول، الغاز والبترول، المتحف الكبير، تحسين العشوائيات، تل العقارب والاسمرات،
كل حاجة عملها كويسة جدا، وأنا يعني كان نفسي وقت الحلقة يبقى أطول عشان أقول شكرا يا ريس على إنجازاتك العظيمة، وبخلافه كمان مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سي والأمراض المنتشرة. يعني بجد بجد شكرا يا ريس على كل حاجة حلوة بتعملها لنا. أستاذ أشرف، تحب تقول إيه لسيادة الريس في هذه الاحتفالية العظيمة؟ باسم المجلس بنقول لسيادتك كل سنة وسيادتك طيب وبخير يا رب، وإن شاء الله مصر العظمى مصر الحديثة في وجود سيادتك معانا إن شاء الله، وربنا يبارك في حضرتك وكل سنة وسيادتك طيب يا فندم. مشاهدينا الأعزاء، طبعا إحنا كان معانا تقارير كتيرة جدا، وطبعا بنقول لسيادة الرئيس شكرا يا رئيس، وكل سنة وحضرتك طيب، وتحيا مصر يا تحيا مصر، تحيا مصر يا رئيس، تحيا مصر. طبعا حضراتكم شايفين الحماس اللي معايا في الاستوديو، ونفس الحماس ده كان في الشوارع كلها المصرية والعربية، قد ايه احنا بنحبك وبنحب مصر وبننتمي لبلدنا. تحيا مصر. مشاهدينا الاعزاء، حاولنا ان احنا ننقل لكم احتفالية الشعب المصري بعيد ميلاد الرئيس السيسي تحت رعاية المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار التابع للمصرية الوطنية، ونرجو ان احنا نكون نقلنا لحضراتكم نبذة من حب المصريين لرئيسهم. تحيا مصر. هنختم مع التقرير. موجودين معاكم داخل محافظة الغربية وتحديدا داخل مدينة طنطا للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة وحضرتك طيب رئيس. موجودين معاكم النهاردة عشان ننقل آراء المواطنين وهي بتهني معالي الرئيس. معانا أحد المواطنين اللي نتعرف بيه. أتعرف بيك؟ أهلا وسهلا بحضرتك الحاج وكيل نجمة من طنطا. أهلا وسهلا بحضرتك. تحب تقول إيه النهاردة لمعالي الرئيس في عيد ميلاده؟ بقول لمعالي الرئيس كل سنة وحضرتك طيب، وإحنا معاك ووراك ودائما في تقدم، واحنا بنحبك يا سيسي، بنحبك يا سيسي، بنحبك يا سيسي، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. نتعرف بيك. محمد حمدي من طنطا. اهلا وسهلا بيك. تحب تقولي لمعالي الرئيس في عيد ميلاده؟ كل سنه وانت طيب، ويا رب تعيش لنا 100 سنه قدام يا ريس، وربنا يخليك لنا وتخلي بالك مننا يا ريس ومن بلدنا. نتعرف بيك. هاني الغباشي من طنطا. اهلا وسهلا بيك. تحب تقول ايه للرئيس في عيد ميلاده؟ نقول للمعالي كل سنه وحضرتك طيب، وربنا يجعلها سنه سعيده عليك، واللي جاي يكون احسن واحسن، وان شاء الله هتبقى سنه سعيده ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب يا ريس. نتعرف بيك. محمد حسن مطر من مدينه طنطا. اهلا وسهلا بيك. تحب تقول ايه للرئيس في عيد ميلاده؟ بحب اقول للرئيس كل سنه وحضرتك طيب، وكل مليون سنه ان شاء الله وانت موجود معانا، ويبقى الف صحه وسلامه ودايما في تقدم وازدهار. نتعرف بيك. جميل محمد. اهلا وسهلا بيك. تحب تقول ايه للرئيس عيد ميلاده؟ كل سنه وانت طيب وعقبال 100 سنه، وربنا يخليك لينا وربنا يسترها معاك. كل سنه وانت طيب يا ريس. نتعرف بيك. محمد حسن ابو كامل من طنطا. اهلا وسهلا بيك. تحب تقول ايه معالي الرئيس في عيد ميلاده؟ اقول له كل سنه وانت طيب يا ريس، وعقبال مليون سنه، واحنا في ظهرك ووراك وفي الانجازات الجديده باذن الله، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ومن هنا محافظه الغربيه مدينه طنطا، بنقدم تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعانا هنا أحد المواطنين. أتعرف بحضرتك. عبد الرحمن حلمي. تحب تقول إيه لفخامة الرئيس في عيد ميلاده؟ أحب طبعا أقول له كل سنة وأنت طيب يا رئيس، وربنا يا رب دايما يخليك لينا وإحنا موجودين هنا في ظهرك، وكل سنة وحضرتك طيب. أتعرف بيكي. أستاذة إيمان عبد الفتاح، أهلا وسهلا. تحب تقول إيه لفخامة الرئيس في عيد ميلاده؟ كل سنة وانت طيب يا فخامة الرئيس، وهابي بيرثي داي، وسنة سعيدة عليك يا رب وعلى أسرتك السعيدة، وربنا يحميك لمصر يا رب، واحنا معاك قلب واحد وإيد واحدة. كل سنة وطيب يا ريس، وعبال مليون سنة، تحيا مصر. كل
بعد ما كنا خلاص يئسنا وافتكرنا مفيش جديد كان في لحظة جه رئيسنا جيب إرادة.